السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، اتمنى للجميع بخير. متابعينا الكرام، اول حاجه بغيت نهضر عليها في هذا الفيديو هي انه كاين واحد الدوله جاره راه تتهجم، وذلك بسبب الغيره والحسد من التقارب الجزائري القطري ومن استضافه قطر طبعا للمونديال، وكذلك باوامر من اسيادهم من كيان الصوص. لذلك في البدايه خاوتي حبيت نشارك معكم هذه الصوره كما راكم تشوفوا فيها خاوتي، وهذه ما راهيش صوره تاع شباك ممتلئ بكرات القدم، لا خاوتي، هذه إن شاء الله صورة شباك منتخب المغرب في أول شوط له ضد منتخب بلجيكا في كأس العالم بقطر. أنا خاوتي إن شاء الله بربي نسيبورتي زوج ليكيب، سأشجع منتخب قطر ومنتخب بلجيكا في المونديال، مكاش لي ثاني. الآن ندخلوا في الموضوع متابعينا الكرام، كما راكم تشوفوا الآن في الصورة اللي ظاهرة قدامكم، الشعب القطري يتقدم بالشكر الجزيل للشعب الجزائري بسبب المواقف المشرفة للجزائر بلاد الرجال والشرفاء على دعمهم استضافة قطر للمونديال، وهذا في وقت تعرف فيه بعض الأنظمة العربية وبعض الشعوب هيجان وغيرة وحسد ضد قطر. كما راكم تشوفوا مجلس الوزراء القطري يثمن الموقف العربي المعلن عنه في قمة الجزائر، والدعم والمساندة للشعب الجزائري لقطر لاستضافتها للمونديال، وحتى بعض الردود الأشقاء القطريين مجملها تشكر الشعب الجزائري قيادة وشعبا على وقوفها سندا لقطر، وتصف الجزائر بشتى الأوصاف الرائعة مثل الجزائر قمة وهمة وغيرها من الردود. ومن هذا المنبر أؤكد بأننا نحن الجزائريين سنقف دائما سندا وعونا لأشقائنا القطريين. الحمد لله احنا خوتنا بقطر ما شفنا منهم غير خير، ورانا معهم، وانا اول شخص جزائري سأشجع قطر في المونديال ان شاء الله، ولا عزاء للحاقدين.